السلام عليكم طلاب الصف الخامس العلمي. درسنا لهذا اليوم تكملة موضوع الدوال الدائرية لمجموع أو فرق قياسي زاويتين، وقلنا هدف الموضوع هو إيجاد قياس زوايا ليست خاصة بدلالة قياسات زوايا خاصة. نبدأ بالملاحظات اللي طلعنا عليها في الدرس السابق ثم نكمل الموضوع بأكثر من طريقة. الفائدة من كثرة الطرق حتى الطالب يكون عنده أكثر مجال للحل، ما يتقيد بطريقة واحدة ويتوقف عندها. لاحظ الأمثلة التالية مع الملاحظات. القاعدة الأولى اللي درسناها في هذا الموضوع هي القاعدة رقم 1، كوساين مجموع زاويتين X2 زائد X1 الناتج يساوي كوساين X2 مضروبة في كوساين X1 بعكس الإشارة، بس هذه الملاحظة أشير إليها بهذا اللون. هنا عملية جمع، لاحظ هنا تصير العملية فرق بينهما. هذا تنويه للموضوع السابق، كوساين كوساين ناقصا ساين ساين. طالب حتى يحفظها حسب الترتيب بهذا الشكل. هذا بالنسبة للقانون الأول، إذا كانت الزاوية بدلالة عملية الجمع، أما إذا كانت الزاوية بدلالة الفرق، لاحظ هذه الملاحظة رقم 2، أشير لها بلون آخر. كوساين الفرق بين زاويتين X2 ناقصا X1 الناتج يساوي أيضا كوساين، لاحظ هذه طريقة الحفظ بعكس الإشارة موجب، عكس هذه الإشارة اللي بيناتهم، لاحظ بهذا الترتيب كوساين X2 X1 زائدا ساين X2 مضروبة في ساين X1. هذا الجزء الثاني، أي أنها دالة واحدة بس مرة موجب ومرة سالب. الطالب يستطيع أيضا حفظ قوانين مفردة كافية للحل. نبدأ من الزاوية رقم 1 اللي هي كوساين 75 درجة. الحل SOL كوساين 75 درجة نكتبها بهذا الشكل، كوساين 75 جاي من قياس زاويتين خاصتين 45 زائدا 30، عملية الجمع إبدالية، العملية صحيحة. طالب شلون ما يكتبها هنا؟ الجواب صحيح، 30 زائدا 45 أو 45 زائدا 30. نطبق عليها الملاحظة مع قاعدة المجموع، قاعدة الجمع، القاعدة العليا. يصير كوساين 45 مضروبة في كوساين 30 كوساين العملية جمع، يصير هنا الفرق بين ساين الزاوية الأولى اللي هي 45 مضروبة في ساين الزاوية الثانية اللي هي 30 درجة. أي العملية الأولى تعريف الزاوية بدلالة عملية الجمع أو عملية الطرح، ثم نطبق عليها القانون الأول أو القانون الثاني حسب الإشارة بين عملية الجمع والطرح، ثم نبسط الناتج بعملية التعويض، نعوض عن قياسات الزوايا. كوساين 45 واحد على جذر 2، كوساين 30 جذر 3 على 2 ناقص ساين 45 نفس كوساين 45 واحد على جذر 2، ساين 30 نصف. العملية عملية تعويض، أي أن الحل يكون عن طريق الخطوات. بعدها تبسيط هذا الناتج، عملية الضرب، البسط في البسط، لاحظ بهذا الشكل، رسردنا جذر 3 على 2 جذر 2 ناقصا 1 في 1 1 على 2 جذر 2. المقامات موحدة، المقامات موحدة، سردنا البسط ناقصا البسط على المقام. الخطوة الأخيرة اكتبها في هذا المكان، أي أن الناتج يساوي خط كسر، سردنا جذر 3 ناقصا 1 جذر 3 ناقصا 1 على 2 جذر 2. هذا بالنسبة للزاوية الأولى، ولاحظ عدد الخطوات
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس خطوات، خلي يكون أربعة ماكو إشكال، بس كل ما تزيد عدد الخطوات أفضل حتى الطالب يتعلم الحل بطريقة الخطوات. هذا بالنسبة للمثال الأول. أنتقل للمثال الثاني اللي هو كوساين 105 درجة. الحل بهذا الترتيب: كوساين 105 درجة، هذه الزاوية يمكن تعريفها بطريقة الجمع وبأكثر من طريقة، راح أحل المثال نحصل على نفس الناتج حتى الطالب يصير عنده مرونة في الحل. الفكرة الأولى كوساين 105 جاي من 60 زائدا 45، لاحظ بهذا الشكل 46، لا 60 درجة زائدا 45 درجة. نكمل السؤال، طبق عليه الملاحظة التعريفة بطريقة عملية الجمع، ثم طبق عليه القاعدة عملية الجمع. كوساين الأولى كوساين الثانية، كوساين 60 مضروبة في كوساين 45 بعكس الإشارة، ساين 60 مضروبة في ساين 45. الخطوة اللي بعدها عملية التعويض. الطالب من أي دالة يبدأ أسهل، بهذا الشكل يقدر يرتب السؤال بهذه الطريقة. مثلا كوساين 45 يقدمه واحد على جذر 2، مرت علينا في أكثر من مثال. كوساين 60 هو ساين 30 نصف، ساين 60 هو كوساين 30 جذر 3 على 2، ساين 45 واحد على جذر 2. تعريف الزاوية بدلالة الجمع، طبقنا عليها القاعدة عملية تعويض، تبسيط هذا الناتج، الناتج يساوي لنا واحد على 2 جذر 2 ناقصا جذر 3 مضروب في 1 بهذا الشكل على 2 جذر 2. توحيد المقامات راح يصل الناتج واحد ناقصا جذر 3 على 2 جذر 2. هذه الزاوية عرفناها بدلالة زاويتين خاصتين، لأن الزاوية أكبر من القياس مال 90 درجة، أيضا نقدر نحلها بطريقة أخرى بهذا الشكل، أعبر عنها بطريقة ثانية ونفس النتائج. أور لاحظ هذا الحل الآخر، كوساين 105 درجة تساوي لنا كوساين 180 ناقصا 70 75. عرفنا الزاوية ولكن دلالة الزاوية خاصة وزاوية ليست خاصة، ثم نعرف الزاوية الخاصة مرة ثانية. الملاحظة الثانية، الكوساين 105 هنا الدالة لا تبدل مضاعفات زوجية، الزاوية تقع في الربع الثاني، الزاوية تقع في الربع الثاني 105، إذا الكوساين يكون مالنا سالب، هاي الإشارة السالبة، الناتج يساوي الإشارة ما تضع بها على هالشكل أو أمام خط الناتج. بعدها الناتج ويساوي إشارة تنزل، الناتج عندنا كوساين 70 75 درجة بهذا الترتيب. نعرف الزاوية اللي هي 75 درجة مثل التعريف السابق اللي مر علينا بهذا المثال. هنا ما ناخذ الناتج جاهز، إنما نطبق الخطوات، الناتج إشارة تنزل راح يصير الناتج كوساين قوس، نعرف ال 75 45 درجة زائدا 30 درجة بهذا الترتيب. الناتج الإشارة للخارج كوساين مجموع زاويتين، كوساين الأولى كوساين الثانية بعكس الإشارة، ساين الأولى مضروب في ساين الثانية، الإشارة أيضا تبقى للخارج. عملية التعويض، كوساين 45 واحد على جذر 2، كوساين 30 جذر 3 على 2، ساين 45 واحد على جذر 2،
مضروبة في ساين الثلاثين نصف، نبسط هذا الناتج والإشارة تدخل على القوس أيضا صحيح، راح الناتج يصير عندنا خط كسر سالب واحد في جذر ثلاثة يصير سالب جذر الثلاثة على اثنين جذر اثنين، البسط في البسط، المقام في المقام، السالب في السالب موجب، نفس القاعدة واحد على اثنين جذر اثنين. نعيد ترتيب السؤال، الناتج يساوي لنا توحيد مقامات اللي هو اثنين جذر اثنين صار واحد ناقص جذر الثلاثة، هذا الترتيب. نحط نفس الناتج بس خطوات هنا صار عددها أكبر، المهم الطالب هنا يتعلم الحل بالخطوات تحصل نتائج أفضل. هذا بالنسبة للمثال الثاني، ننتقل إلى زاوية أخرى حسب ترتيبنا للقواعد. الزاوية رقم 3 كوساين 345، يريد الموضوع هنا يذكرنا بهاي الفكرة. لاحظ طريقة الحل متعددة حتى الطالب يراجع كل القواعد. طريقة الحل المثال رقم 3، الحل السؤال عندنا كوساين 340 345 درجة، الناتج يساوي كوساين 360 درجة ناقصا 15 درجة. هذا تعريف الزاوية بدلالة عملية الطرح، أولا تعريفها بعملية الطرح، ثانيا طبق عليها القواعد، الناتج يساوي كوساين 360، الزاوية مضاعفاتها الزوجية لا تبدل، صار عندنا كوساين 15. ملاحظة ثانية، الكوساين في الربع الرابع، الكوساين في الربع الرابع، الكوساين موجب، إشارة موجبة، قيمتها موقعها. نعرف الزاوية 15 درجة بدلالة مجموع الزوايا أو فرق الزوايا، هنا الزاوية صغيرة تعرف بدلالة الفرق، الناتج يساوي لنا كوساين صار عندنا 45 درجة ناقصا 30 درجة. هذا التعريف الأول، أور تعريف آخر، كوساين 60 درجة ناقصا 45 درجة. إذن هناك أكثر من تعريف للزاوية الواحدة وحسب الدالة الدائرية. المجموعة الأولى سردنا كوساين 45 مضروب في كوساين 30 درجة، الإشارة السالبة سر بالعكس موجبة، ساين 45 مضروبة في ساين 30. عملية التعويض، كوساين 45 واحد على جذر 2، كوساين 30 جذر 3 على 2، ساين 45 واحد على جذر 2، ساين 30 نصف، عملية التعويض تمت. بعدها تبسيط الناتج، الناتج يساوي جذر 3 على 2 جذر 2 زائدا 1 على 2 جذر 2، الناتج يصبح بهذا الشكل، جذر 3 زائدا 1 على 2 جذر 2 بعد عملية توحيد المقامات. الفكرة من هذه الأسئلة، لاحظ أكثر من جواب تمرن عليه الطالب، هذه القواعد كلها مفيدة وين؟ بالصف السادس، حتى الطالب يصير عنده مرونة في الحل لزوايا موجبة وكذلك الحل بالنسبة للزوايا السالبة. الفكرة الأولى نوهنا عنها بذكر القوانين الأول والثاني، هذه المجموعة الأولى هي لدالة الدائرية دالة الكوساين، هذه الأمثلة الثلاث في الكتاب فقط مثال على زاوية 15 درجة و 75 درجة، أما بقية الزوايا المنتسبة لهذه الزوايا الأخرى على الطالب أن يعيد ترتيبها حسب الملاحظات السابقة. كذلك هذه الزاوية لاحظ، ثم يطبق عليها نفس القواعد، يعني هناك ماكو زاوية بهالحالة ما موجودة لها قياس وبدون جداول، الجداول كانت موجودة في الكتب السابقة في نهاية الكتاب، الطالب يطلع عليها عن طريق الحفظ،
هنا الحل بعد استخدام الحاسبات ما نحتاج إلى جداول وطريقة حفظ، النتائج واضحة ونقدر نستخدم القيم التقريبية. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.